منذ تأسيس تلفزيون عدن في 11 من سبتمبر من عام 1964، اهتم التلفزيون بالثقافة والمثقفين، وفتح نوافذ عديدة عبر شاشة التلفزيون من خلال العديد من البرامج الثقافية والسهرات الفنية والاستوديو الخاص بتسجيل الأعمال الفنية المختلفة. وكان التلفزيون وجهة للشهرة والانتشار للعديد من الفنانين والاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم وقدراتهم الإبداعية والفنية. وكان القسم الثقافي والخدمات الفنية في تلفزيون عدن واحدا من الأقسام الفنية والإبداعية الفاعلة والمهمة في عملية الإنتاج التلفزيوني. واستضاف تلفزيون عدن عددا من الفنانين الذين رفدوا برامج التلفزيون بآلاف الأغاني الجميلة بإبداع وإخلاص وتفان وحب شديد، وقدموا عطاءات فنية ما زالت محفورة حتى الآن في ذاكرة ووجدان المشاهدين لتلفزيون عدن. ذكرني فين شفتك وفين قابلتك، ذكرني فين شفتك يا زين وقابلتك، بالله تقول التقينا فين، التقينا فين، التقينا فين، التقينا فين، التقينا فين. حيث وثق تلفزيون عدن عبر مراحله المختلفة الحركة الفنية والموسيقية والغنائية لعدد من الفنانين والفرق الموسيقية الفنية اليمنية، وسجل لها الأعمال والألحان الفردية والجماعية الغنائية والإنشادية الناجحة. والتي أمتعت الجمهور المشاهد عبر البرامج الفنية وكذا السهرات الخاصة أو الفواصل الغنائية، والتي ساعدت عددا من الفنانين في الانتشار واكتساب الشهرة الواسعة. وتمتلئ مكتبة تلفزيون عدن بعشرات الآلاف من الأشرطة، والتي وثقت منذ القدم تاريخ الفن العدني بشكل خاص واليمني بشكل عام. وتعرضت المكتبة الثقافية لتلفزيون عدن خلال المراحل السابقة لعمليات نهب ممنهج، وبيع كما كبيرا من الارشيف الخاص بالقناة للقنوات المحلية والخارجية.